مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وكالعادة طبعا إن شاء الله يكون النادي الأهلي موفق في مباراة السوبر بإذن الله. إن شاء الله. قول لي بقى كواليس، حط المشاهد في صورة الإمارات أكنه موجود في الإمارات، إديني كل كواليس الإمارات وأبو ظبي تحديدا. يمكن لو هبدا معاك طبعا يعني نقدر نقول وصولنا كان ما فيهوش اي مشاكل، مثل فندق الاقامه اللي زي ما قلنا مستر ريني فايلر حب ان هو يكون في تدريب خفيف جدا يوم الوصول في الجيم، ما حاولش ان هو يزود على لعيبه النادي الاهلي طبعا للاستعداد للتدريب اليوم وتدريب الغد، لكن عايز اكلمك على التنسيق على فندق الاقامه، الجمهور، الاستقبال، كل الامور طبعا يعني رائعه جدا. عايز اكد على نقطه طبعا زميلي محمد على جمهور النادي الاهلي، في كل مكان بنقدر نطلع بره فندق الاقامه بنلاقي جمهور النادي الاهلي. النهارده كنا في الملعب والتدريب الاول جمهور النادي الاهلي كان متواجد لكن خارج الملعب، يمكن الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني فرض حظر اعلامي، وايضا كمان يمكن عدم حضور الجماهير النهارده. النهارده انت عارف التدريب الاساسي والرئيسي، التكتيك، التشكيل، كل الامور دي النهارده هو اليوم الوحيد اللي هيكون مستر نيني فايلر بيحاول ان هو يطبقه مع فريق النادي الاهلي، لان غدا مسموح للاعلام، يعني نقدر نقول تدريب الغد هيبقى مفتوح للاعلام، فاكيد النهارده كانت تدريب مغلق بشكل كامل. مستر نيني فايلر وصل كل المعلومات للاعيبه النادي الاهلي عن فريق نادي الزمالك، محاضرات الفيديو كانت مستمره امس واليوم وغدا ان شاء الله قبل انطلاق المباراه، كل ثغرات نقاط القوه والضعف بيشتغل عليها بشكل كبير جدا الجهاز الفني. لكن يمكن نقطتين كمان حابين نوضحهم، ممكن وضحناهم كمان مع زميلنا امير هشام، الاجتماع الفني، المؤتمر الصحفي، تدريب فريق النادي الاهلي غدا، كل الامور دي كمان عايزين نحط جمهور النادي الاهلي فيها. الاجتماع الفني غدا يكون الساعه 10 صباحا يليه مباشره 11. اتفضل زميلي محمد. اتفضل اتفضل اتفضل، وضح الاجتماع الفني يليه طبعا يمكن زي ما بنأكد بنقول 10 صباحا هيكون الاجتماع الفني، 11 صباحا المؤتمر الصحفي بحضور مستر ريني فايلر المدير الفني، وبالتاكيد كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. هو كان في تعديل في الميعاد 2:15 لكن خلاص يمكن تم الاختيار ان يكون 11 صباحا. اكيد الاهتمام الاعلامي ووسائل الاعلام طبعا اللي متواجده هنا في اهتمام كبير جدا طبعا بهذه المباراه، فيكون عدد كبير من الصحفيين متواجدين لسؤال مستر ريني فايلر، لسؤال كابتن حسام عاشور عن اهميه المباراه وحضور الجماهير، كل الامور الخاصه بالمباراه. والساعه 6 مساء بتوقيت الامارات هيكون تدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب محمد بن زايد اللي هيستقبل هذه المباراه. فندق الاقامه ماشي بشكل رائع وطيب جدا، الاستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثه وعضو مجلس الاداره في تنسيق مستمر وتواصل مستمر مع كابتن محمود الخطيب اللي بيطمن على البعثه، يعني نقدر نقول وقال لي يمكن كل ربع ساعه او كل ثلث ساعه بيكون في اتصال بيطمن على الامور، بيشوف لعيبه النادي الاهلي، التدريبات، في اي معوقات بتعوق فريق النادي الاهلي. لكن الحمد لله نقدر نقول كل الامور ماشيه بشكل مطمئن ورائع. ينقصنا بقى زميلي محمد كل التوفيق ان شاء الله ودعم جمهور النادي الاهلي، يعني زي ما قلنا شخصيه البطل وروح فانيلا الحمراء والجمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله يكون كلمه السر في مباراه الخميس، هي دي ان شاء الله باذن الله اللي هتساعدنا على الحصول باذن الله على الكاس رقم 12 ويدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. انا معاك زميلي محمد.